مبادرة تانية جميلة هي بايك برضو، هي عربية لكنها عربية فيها شوية سعادة وانبساط وصحة. كنت دايما وهيحسوا بيا أي حد بيحاول يعمل دايت زي حالاتي وافشل، بس بنحاول يعني. فبما أننا كلنا بنحاول، بيبقى عندك تحدي رهيب لو أنت قاعد في البيت أو بره البيت وقت طويل، تاكل إيه؟ يعني إيه المتاح السريع اللي ممكن يتاكل بره البيت، غير انك بتشتري مثلا طبق سلطه برقم كبير قوي من محل فظيع بيبيع السلطه بسعر غريب، ودي كمان علامه استفهام بقى نتكلم فيها بعدين. لكن عموما اي اكل صحي معرفش ليه غالي عندنا في مصر. فبقى في سؤال كبير عند الناس، اقدر اخد ايه كده وانا ماشي في الشارع حاجه سريعه وصحيه؟ فشفنا كتير مبادرات لناس بتبيع، بتعمل حاجات مبادرات تساعد نفسها تبيع منتجات. لكن تحديدا شريف مصطفى لفت نظري جدا، لانه اتكلم عن قصه تحدي شخصيه مهمه وكبيره، ولانه كمان عمل منتج صحي وجميل ومتجهز للناس في الشارع. شريف، ولا خلي شريف يحكي، شريف خلونا نشوف صورته وخلي شريف يحكي هو عمل ايه، لانه هو فكرنا كده بالقول الشهير بتاع هالين كيلر، انه لما بيغلق باب للسعاده بيفتح باب تاني، لكن احنا في الاغلب بنركز عينينا على الابواب المقفوله. شريف في باب اتقفل ليه بسبب حادثه حصلت له، وانتهى من هذه الحادثه بانه خرج مصاب بشلل نصفي. لكن بصوا شريف بقى وجماله عمل ايه. مساء الخير عليك يا شريف. السلام عليكم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اولا احكي لي عن مشروعك، انت بتبيع فاكهه مش كده؟ فاكهه مغلفه ونظيفه ومغسوله وكله تمام؟ تمام. طيب احكي لي سبب انك تفكر في الفكره دي. والله الفكره ان انا يعني بعد الحادثه يعني حوالي 8 سنين كده تمام، لقيت ان انا الموضوع هيطول معايا شويه، وقعدة البيت ما بقتش كويسه بالنسبه لي، عشان انا كنت راجل صنايعي اللي بنزل الشارع 24 ساعه في الشارع، ما كنتش بروح البيت عشان انام بس. فكرت ان انا اعمل حاجه ان هي تساعدني برضو على الدخل بتاعي وان انا ما اقعدش في البيت. ففكرت ان انا اشتغل على النت كتير، ويعني برضو يعني حوار النت والاونلاين ما كانش جايب همه قد كده، عشان بالظبط عشان التسليم والاستلام لازم انا اوصل حاجه واستلمها. معايا يا فندم؟ سامعاك. يا فندم تمام. فانا شفت بوست كده كان بتاع عند واحد فكهاني يعني في المنصوره تمام، كان عامل نظام الطبق دوت حاطه على العربيه بتاعته يعني ايه طبي ايه، فطالب ناس ان هم يشتغلوا فيه. فهي الفكره جت لي من هنا، فقلت ان انا اطور الفكره بتاعتي وان انا اعمل عربيه تكون خاصه بيا، انزل ابيع طبق في مثلا نوعين فاكهه او ثلاث انواع فاكهه تمام، وبرخص يعني بسعر رخيص ان هو يكون في متناول كل الناس اللي هتشتريه. بكام طبق الفاكهه اللي انت بتبيعه الجميل السريع ده؟ عملت الاول، اول ما نزلت كان طبق الفاكهه ب 5 جنيه. 5 جنيه بس؟ كان ب 5 جنيه بس، يعني بعد الحاجه ما طلعت شويه وزادت عليا حاولت ان انا اعمل 7 جنيه. حلو قوي. الفاكهه اللي انت بتبيعها مغسوله وجاهزه الناس تقدر تشتريها؟ أيوة طبعا، مغسوله وجاهزه ونظيفه جدا، يعني انا قبل ما انزل يعني قبل ما اجيب اي حاجه لازم اجربها بنفسي. يعني بجيب الحاجه برضو الحاجه الكويسه والحاجه الدرجه الاولى، ما بجيبش حاجه نوع وحش. يعني حتى الحاجه مثلا لو لقيت حاجه رخيصه ما بجيبهاش، بجيب حاجه غاليه عشان دي في وش بعد كده. والاطفال انت بتعمل سمعه بقى، انت بتعمل اسم كده. طب شريف عايز اسالك سؤال، في اقبال؟ يعني انت لو واقف وقدامك كشك كده بيبيع حاجات مغلفه وكلها مواد حافظه وصحيه، الناس بتقبل على ايه اكتر؟ الناس بتقبل، يعني لو هقول لك الصراحه الاطفال بتقبل على الحاجات اللي هي البسكوت والاندومي والحاجات دي كلها تمام والشيبسات، انما بقى الامهات مثلا والناس الكبيره ومثلا معظم البنات والشباب الكبيره كلهم بيقبلوا على الفاكهه. يعني مثلا لما كنت واقف عند المدرسه ابتدائي ما كانش في حد بيقى، يعني الهبال ما كانش عندي كتير، كان كل الناس اللي حواليا المحلات مثلا او الامهات هم اللي كانوا بياخدوا حاجه مني عشان دين لعيالهم. انت واقف فين يا شريف؟ انت في اسكندريه مش كده؟ لا، في كفر الدوار. فين؟ البحيره كفر الدوار. في كفر الدوار. ايوه. ايه بتحلم بايه يا شريف؟ يعني العربيه الحلوه المبهجه دي انا نفسي اشوفها في حتت كتير، يعني عايز اشتري منك. انا نفسي اشوفها في كل حته.
ايوه انا اللي لسه شايفها في كل حته والله. تحلم يكون عندك فريق وناس كتير تشتغل في محافظات كتير. لا والمشروع كمان كويس يعني، هو غير ان هو صحي، غير ان هو كمان ايه يعني هيساعد ناس كتير يعني. في ناس معلش مش هتعرف تروح تشتري مثلا كيلو تفاح ب 40 جنيه. عندك يعني حق. في ناس مش في ايديها ان هي مثلا 40 جنيه تشتري تفاح، فانا اعمل لهم تفاحيه ومزايه ب 7 جنيه، فتاخد اللي انت عايزاه. صح تمام؟ مش لازم اشتري كيلو يعني. في فوق ومشمش وبرقوق وموز. تمام. البرقوق برضو غالي جدا، البرقوق بيعمل 45 جنيه، فانا برضو هعمل لهم البرقوق يعني في برقوقين في الطبق. حلو قوي. تمام. فانا برضو ايه بحاول ان انا يعني ايه ما ايه يعني اخف العبء شويه عن الناس. بالظبط. انا وانا كمان يعني الحمد لله رب العالمين ما بحاولش ان انا اكسب الطبق كتير يعني، مثلا الطبق واقف معايا بعد التغليف وبعد الحاجات دي كلها ممكن يكون بيكسب مثلا جنيه او جنيه ونص فيه. لا احنا عاوزينك تكسب وعايزين الناس تاكل فاكهه بسعر كويس، فحافظ على ده لو سمحت. ما هو ده والله اللي بفكر فيه. هو لو انا مثلا بعت كميه كبيره انا مش مشكله بالنسبه لي نفسي، انا لو حرقت مثلا في اليوم مثلا اكثر من 20 او 50 طبق ده يبقى كويس. حلو قوي. انا بشكرك. دي عقليه مستثمر صغير على فكره. انا هشوفك قريب وهتبقى عملت المشروع ده كبر وبقى احلى واكبر ومنتشر في اماكن كتير. شريف مصطفى واحد من الشباب اللي يعجبوك تنبسط تسمع وتقول اه ايه ده ممكن يحكي لي عن ازمه ويحكي لي عن حادثه بوظت كل مشاريعه واحلامه، لكن الحقيقه انه لا. لما تسمع من شريف هتسمع حكايه حلوه، قصه لذيذه، المنتج اللي بيفكر فيه اصلا جميل. انا بعد ما شفت شريف قعدت ادور اكتشفت انه الفكره دي موجودة بالمناسبة في أماكن تانية، عشان كده عايزة أحيي القليلين اللي بيعملوا ده، اللي بيبيع منتج صحي. أهي دي كمان ثقافة، زي ما كنا بنتكلم عن البايكنج وركوب الدراجات بنقول إنها ثقافة محتاجة الأول تبقى متاحة عشان أنا أبقى أعملها. لما شريف بيقول لنا الناس الأكبر سنا هم اللي بيشتروا مني أكتر من الأطفال، الأطفال لما يلاقوا إنه ممكن لو خدت مصروفي ده بدل ما اشتري بيه كيسين حاجات بتضر صحتي. وبالمناسبه الاطفال في المناهج الجديده اللي مش عاجبه الامهات بيتعلموا ازاي يختاروا اختيارات صحيه في الاكل، فلما المدرسه تعلموا يختار اكل صحي والشارع يبقى متوفر فيه اكل صحي وشباب حلو زي شريف يبقى بيعمل مبادرات زي دي، نبقى بنكمل الدايره ونبقى بنقفل على نفسنا فكرة اسمها تغيير ثقافة المجتمع. تغيير الثقافة ما بيجيش واحنا قاعدين كده في بيوتنا ومرتاحين، بيجي لما كل واحد فينا بيعمل دوره.